السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. غنحضر معكم واحد ميني تاكوس، كيكسات صغيورين كيجيو في مذاق رائع، كيجيو بنان من التاكوس بزاف بشكل جديد وبمذاق زوين ان شاء الله. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، خليكم مع الفيديو حتى الاخير. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك اللي مشتركش معي في القناه، وما تنسوش التعليق ديالكم زوينه. هنا غادي نبقى نقطع حتى نكمل الكونطيت كامله اللي عندي ديال الطاكوس ديال التورتيلا. قطعهم على شكل دوائر، قطعتهم بهذه القطاعه كيجيو ساهلين، تياخذوش شي مجهود. غادي نكمل الكونطيت كامله اللي عندي. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، خديت مقيله درت فيها شويه ديال الزيت، درت فيها بصله مشلضه، هنا شويه الابزار، شويه الملح، زدت عليهم الثومه بودر. غادي نخليهم يطيحوا شويه، طيح لنا بصله شويه، عاد غادي نزيد عليها الكفته. غادي نشحرهم مزيان حتى طيب لينا الحشوه ديالنا. هنا هاي الحشوه ديالنا طابت، غادي نخليوها تبرد شويه. بما بردات ندوز نصايبو البيشاميل. هنا عندي كاسرونه، غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نديرها فوق النار تذوب ديال الزبده. هنا من بعد ما ذابت لي الزبده، غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، غادي نخلط مزيان ونبدا نزيد الحليب تدريجيا. انا كنكب في الحليب شويه بشويه وكنحرك في نفس الوقت. هنا استعملت طريف ديال الطامه ومليحه وبزيره، نخلط مزيان حتى كتبدا تعقد لينا. هنا غادي ناخذ الخبز ديال التورتيلا، غادي ندير ليه البيشاميل، غادي ندهنو بالبيشاميل. غادي نزيد عليه الحشوه، هنا غنحط كاس باش يبقى شاد ليا الطويكسات ديالي باش يجيو على الشكل اللي بغيت انا. غادي نزيد عليه معلقه ديال البيشاميل من الفوق، وغادي نزيد الفرماج من الفوق. راه ملي كديري البيشاميل كيجيش ناشف، كيجي مذاق ديالو زوين. غادي نحط هكا الطويكسات ديالي بين الكويسات، ندير كاس من هاد الجهه وكاس من هاد الجهه باش يبقى شاد ليا لافوم. غادي نبقى نكمل الكونتيتي كامله اللي عندي. هانتوما البنات كيفاش كتجي، هذا هو الشكل ديالها. غادي ندخلها الفران ان شاء الله تحمر، ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. راه كتجي رائعه، انا متاكده انكم الا جربتوها غادي تعجبكم 100%.
هذا هو الشكل النهائي البنات، شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه 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 بزاف البنات، اقسم بالله الا كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف بزاف مره اخرى على الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم، انا كنقرا التعليق ديالكم كاملين تعليق تعليق. الله يخليكم ليا، وشكرا بزاف، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.